الامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني في مقر الريض 261. كل التوفيق لأولادنا إن شاء الله. طبعا كالعادة الورقة الأولى تكون عادة مجموعة من مسائل الاختيار المتعدد. يفضل أنت عزيز الطالب أنك تقسم وقتك الساعة الكاملة عندك على كل الأوراق زين، وتحاول أنك ما توقف عن سؤال معين وتعطي كل سؤال حقه. نجي لأول سؤال. في أحد المطاعم تحتوي قائمة الطعام على 5 أصناف للطبق الرئيسي وأربعة أصناف للحساء وثلاثة أصناف للحلوى، كم طلبا مختلفا يمكن تقديمه؟ إذا اختار الشخص طبقا رئيسيا واحدا وصنفا من الحساء وآخر من الحلوى. طبعا هي عدد الأصناف الكلية راح تكون هي عبارة عن عدد أصناف الطبق الرئيسي الأول مضروب في عدد أصناف الحساء مضروب في عدد أصناف الحلوى، فبالتالي راح يكون عندك عدد الخيارات الكلية 5 × 4 × 3 راح يعطيك الجواب 60، فبالتالي الجواب راح يكون سي. نحط بالنا بس إلى هنيها كم طلبا مختلفا يمكن تقديمه. بعض الأحيان يعطيك طبقا رئيسيا وصنفا من الحساء ويسكت، ما يقول لك مثلا من الحلوى، فحط بالك ما تختار الثلاثة، تضرب فقط 5 × 4. فهنيها لكن في هذا السؤال طلب منه طبق رئيسي وطلب منه حساء وطلب منه حلوى، فبالتالي اخترنا الخيارات الأولى والثانية والثالثة وضربناها في بعض، فخمسة في أربعة في ثلاثة حصلنا على 60. ننتقل للسؤال الثاني. إراد تكوين كلمة من أحرف كلمة كيوكمبر، ما عدا الطرق تكوين هذه الكلمات؟ نحط في عين الاعتبار أن هذه الكلمات تحتوي على حروف فيها تكرار، فمثلا السي متكرر عندنا مرتين، اليو متكرر منا أيضا مرتين، فبالتالي عدد الخيارات الكلية أو عدد الطرق الكلية راح يكون عدد الأحرف الموجودين عندنا كامل اللي هم عبارة عن 8 أحرف، وبيكون مضروب 8 على السي اتكررت عندنا مرتين اللي هو عبارة عن مضروب 2، اليو أيضا تكررت عندنا مرتين ففي مضروب 2. نقدر نستخدم الآلة الحاسبة هنيها عندنا في إيجاد اللي هو مضروب 8، نجيبه عن طريق الشيفت ونهاوس على x^1 تحت مضروب 2 في مضروب 2، راح يعطيك الجواب مباشرة اللي هو 10008. الجواب رقم 8. نحط بالنا بس حق هذا السؤال بعض الأحيان يطلب منا مع أوجه احتمال ظهور كلمة كيوكمبر، فأحط بالي احتمال ظهور كلمة كيوكمبر بيكون 1 من أصل 10,000 × 8، لكني ما طلب الاحتمال وإنما طلب عدد الطرق. عدد الطرق راح يكون عبارة عن مضروب 8 اللي هو عدد الأحرف الكلية مقسوم على التكرار. مثلا لو السي تكررت مرتين راح نخلي مضروب 3، لو اليو تكررت مثلا 3 مرات راح نخلي مضروب 3، فعدد التكرار راح نخلي هني السي تكررت مرتين فلذلك خلينا مضروب 2، واليو ايضا تكرر مرتين لذلك خلينا مضروب 2. ننتقل الى السؤال اللي بعده. عند جاسم 7 كرات مرقمة من 1 إلى 7، اذا اراد جاسم ترتيب هذه الكرات على رف، فما احتمال أن تقع الكرة رقم 2 أقصى اليمين والكرة رقم 3 أقصى اليسار؟ ما في مانع أنت لو سويت لك مثلا توضيح بسيط، عندك 7 كرات
هاي سبع كرات. سبع الكرات يقول لك الكرة اللي تحمل رقم اثنين في أقصى اليمين، هني مثلا أقصى اليمين راح نخلي اثنين، وأقصى اليسار راح يكون عندك ثلاثة. فبالتالي كم كرة بقت عندك؟ راح تلاحظ بقى عندك خمس كرات. فعدد الطرق الممكن ترتيبها راح هو عبارة عن كم بيكون؟ بيكون مضروب بالخمسة. من أصل عدد الخيارات الكلية اللي عندي في ترتيب كرات مرقمة من واحد إلى سبعة هو مضروب السبعة. نستخدم الآلة الحاسبة. نستخدم الآلة الحاسبة مباشرة نقدر نكتبها مضروب الخمسة شيفت على مضروب السبعة، راح نحصل على الجواب واحد من أصل 42. اللي هو الجواب راح يكون رقم A. ننتقل للسؤال اللي بعده. هنيها طبعا مثل ما تشوفون من الاشكال الموجوده عندكم يبين لك ان نتكلم عن المساحات ونتكلم عن الاحتمال الهندسي. اذا اختيرت نقطه اكس عشوائيا داخل الدائره الكبرى والتي نصف قطرها 4، نصف قطر الدائره الكبرى احط بالي نصف قطر الدائره الكبرى 4 والمتحده للمركز مع الدائره الصغرى والتي نصف قطرها 3 كما في الشكل أدناه، فما احتمال وقوع هذه النقطة في المنطقة الغير مضللة؟ يعني نتكلم عن أي منطقة؟ نتكلم عن هذه المنطقة الغير مضللة. أعطاني معلومات، أعطاني مساحة الدائرة الصغيرة 3 ومساحة الدائرة الكبيرة اللي هي راح تكون 4، هذا كامل نصف القطر، سامح نصف القطر راح يكون 4 ونصف القطر هنا راح يكون 3. ما احتمال وقوع هذه النقطة في المنطقة الغير مضللة؟ أحتاج أوجد مساحة هذه المنطقة الغير مضللة. على أساس أقدر أوجدها أحتاج أوجد مساحة المنطقة الدائرة الكبيرة وأحتاج أوجد مساحة الدائرة الصغيرة. أولا خلينا نقول مثلا مساحة الدائرة الكبيرة. مساحة الدائرة الكبيرة اللي هو عبارة عن باي ار تربيع. طبعا الار هنيها 4 فار تربيع راح يكون 16 فبصير عندي 16 باي. مساحة الدائرة الصغيرة راح عبارة عن باي ار تربيع ايضا، لكن احط بالي ان نصف القطر راح يكون 3 فبصير عندي 9 باي. المساحة الغير مضللة الموجودة عندي هنا الموجودة ما بين الدائرتين راح تكون عبارة عن مساحة الدائرة الكبيرة ناقصا مساحة الدائرة الصغيرة، فبجي أقول مساحة المنطقة الغير مضللة راح تكون عبارة عن 16 باي تربيع 16 باي ناقصا 9 باي اللي هو راح يعطينا 7 باي. الحين نرجع للسؤال. احتمال وقوع هذه النقطة في المنطقة الغير مضللة راح تكون مساحة المنطقة الغير مضللة من أصل المساحة الكلية اللي هي مساحة الدائرة الكبيرة اللي هي عبارة عن كم؟ 16 باي. فبيكون الاحتمال اللي راح أوجده عبارة عن المساحة المطلوبة احتمال وقوعها في المنطقة هي المساحة الغير مضللة اللي هي 7 باي من أصل 16 باي. طبعا مباشرة يكون الجواب 7 على 16 اللي هو الجواب رقم C. طبعا احط بالي بعض الاحيان يعطيني شكل رباعي، يعطيني شكل مربع، شكل مستطيل، مثلث،
كل شيء وارد يكون لك، فلازم أكون مستعد حق جميع المساحات وليس فقط مساحة الدائرة المطلوبة. ننتقل للسؤال اللي بعده. صندوق فيه 3 كرات حمراء و5 كرات بيضاء، يراد سحب كرتين معا عشوائيا، ما عدا طرف سحب كرتين حمراوين. نحط لنا هنا ان هذا يتم السحب من 3 كرات. طبعا هنا الترتيب غير مهم، فبالتالي راح نستخدم التوافيق، نستخدم الآلة الحاسبة عن طريق استخدام 3 توافيق عن طريق الشيفت والقسمة 2. أنا بختار 3 كرتين من هاي 3 كرات، وطبعاً إن الترتيب غير مهم، فثلاثة توافيق الاثنين باستخدام الآلة الحاسبة مباشرة راح يعطيكم الجواب 3، اللي هو الجواب راح يكون D. بالي بس حق هذه المسألة إن هنيها العملية عملية توافيق، لأن هنيها الترتيب غير مهم، ولكن لو كانت المسألة الترتيب فيها مهم نحط بالنا إن المسألة راح تنتقل إلى شنو؟ إلى تبادير مثل ما بيمر علينا بعد شوي. انتقل السؤال اللي بعده. طبعا هذه المسائل المشهورة واللي دائما نجيب، نفضل أن تتبجون بها في تجربة إلقاء قطعة ناق ثم سحب بطاقة ملونة من صندوق به 3 بطاقات زرقاء حمراء وخضراء. مثل فضاء العينة لهذه التجربة باستعمال الشجرة البيانية، ثم اكتب فضاء العينة في صورة مجموعة. هذه المسائل المشهورة واللي غالبا تجي، ونتمنى ان تتبدون بهم لان درجتها مضمونة عادة. التجربة تتكون من جزئين، الجزء الاول قطعة ناق، والجزء الثاني سحب بطاقة ملونة من صندوق به 3 بطاقات زرقاء وحمراء وخضراء. قطعة النق عادة تحتوي على خيارين، فبالتالي لو جيت ببدل الشجرة راح ابدأ بخيارين بـ H و T. بعدين بعد ما ارمي قطعة النق راح اسحب واحد من 3 بطاقات اما زرقاء او حمراء او خضراء، فممكن ان مع الـ H يظهر لي اللون الأزرق، أو يظهر لي اللون الأحمر، أو يظهر لي اللون الأخضر. كذلك من أو من الممكن يظهر لي مع تي اللون الأزرق أو اللون الأحمر أو اللون الأخضر. وهذا الصورة مثلنا الشجرة البيانية. الحين ننتقل لكتابة بصورة مجموعة. طبعا بصورة مجموعة راح أكتب أولا رمز المجموعة عبارة عن أزواج مرتبة عندي H وال B يمثل لي الخيار الأول، وعندي H وال R، وعندي ال H وال G، وعندي ال T وال B، وعندنا T والـ R، وعندنا T والـ G. كتبنا بصورة الشجرة البيانية وكتبنا بصورة المجموعة. كتبتون شايفين عندكم، أحط بالك بعض الأحيان يكتب فقط الشجرة البيانية، بعض الأحيان يكتب فقط صورة مجموعة، فأحط بالي للسؤال، بعض الأحيان يكون أزيد من جزئية مثل ما شايفين قدامنا. انتقل السؤال بعده. يراد اختيار رئيس ونائب له من بين 5 أشخاص منهم محمد وعلي، ما احتمال ان يكون محمد رئيسا للجنه وعلي نائبا له؟ هنا من الواضح ان عمليه الاختيار الاول والثاني عمليه الترتيب فيها مهم، لان الاول راح يكون رئيس والثاني راح يكون نائب له، فبالتالي اختيار محمد وعلي يختلف عن اختيار علي ومحمد.
من هذا المنطلق عملية اختيار شخصين من هذه الخمسة راح يكون الترتيب فيها مهم، فبالتالي راح تكون تباديل. فبدي أقول الحرف التالي عدد طرق اختيار شخصين من ضمن الخمسة أشخاص هو عبارة عن خمسة تباديل باثنين. نقدر نستخدم الآلة الحاسبة فيها خمسة تباديل باثنين، نكتبها خمسة شيفت عملية الضرب باثنين، يعني ما معناه إنه بختار شخصين، هذا الطرق اختيار شخصين من ضمن هذه الخمسة أشخاص راح يعطيني الجواب 20 طريقة. فبالتالي من هذه الخمسة أشخاص راح يعطيني 20 طريقة، يعني من هذه الخمسة أشخاص أقدر أختار شخصين و20 طريقة. نرجع للسؤال، ما احتمال أن يكون محمد رئيساً للجنة وعلي نائباً له؟ نقدر نقول أن هذين الاختيار، أن محمد رئيس وعلي نائب له يعتبرون حالة من أصل هذه العشرين حالة، فبالتالي نقدر نسميها مثلاً احتمال اختيار محمد رئيس للجنة وعلي نائب له، نقدر نسمي هذا A مثلاً، فاحتمال الـ A راح يكون واحد، تعتبرون حالة من أصل 20 الحالة اللي ظهرناها باستخدام التباديل. ننتقل للسؤال الثاني. أظهرت دراسة مصرية أن 4% من طلاب إحدى الجامعات يتخرجون من الجامعة بدرجة الامتياز. إذا اختير 3 طلاب عشوائيا، فما احتمال أن يكونوا ممن يحصلون على درجة الامتياز؟ طبعا هنا راح نختار 3 طلاب. يعني هذه 3 طلاب ما احتمال ان يكون ممن يحصلون على درجه امتياز، يعني ما احتمال ان يكون الطالب الاول والطالب الثاني والطالب الثالث حاصلين على درجه امتياز. طبعا نسمي مثلا نقول الطالب المحصل على درجه امتياز نسمي مثلا ايه. السؤال هنا يتكلم عن ما احتمال ان يكون الطالب الاول والطالب الثاني والطالب الثالث ثلاثتهم حاصلين على درجة الامتياز، اللي هو عبارة عن احتمال الـ A. اللي هو عبارة عن الاحتمال الأول ضرب الاحتمال الثاني ضرب الاحتمال طبعا احتمال ان الطالب يحصل على درجة امتياز هو عبارة عن 4%، فبالتالي يكون 4 على 100 ضرب 4 على 100 ضرب 4 على 100 له 64. نقدر نستخدم الآلة الحاسبة نطلع الجواب باستخدام الآلة الحاسبة راح يعطيكم 0.00064 باستخدام الآلة الحاسبة نقدر نجيب الجواب مباشرة. ننتقل للسؤال اللي بعده. يمتلك 90% من طلاب إحدى المدارس حسابا على منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، و 75% يمتلكون حسابا على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك وحسابا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر معا. ما احتمال ان يمتلك طالب منهم حسابا على منصة تويتر اذا كان يمتلك على منصة الفيسبوك؟ هني ها من الواضح ان هذا النوع الاحتمال يتكلم عنه، ما احتمال ان يمتلك طالب منهم حسابا على منصة تويتر اذا كان. هذه الكلمة بيبين لنا منها نقعد نتكلم عن الاحتمال المشروط، كنا نقول ما احتمال ان يمتلك الطالب حسابا على منصه تويتر
بشرط انه يمتلك حسابه على منصه الفيسبوك. كبدايه عشان اسهل على روح المساله، نقدر نسمي مثلا منصه تويتر هي عباره عن ايه، وان يمتلك حسابه على منصه الفيسبوك نقدر نسميه مثلا بي. المطلوب في السؤال ما احتمال الحصول على ان يمتلك الطالب حسابا على منصه تويتر بشرط انه يمتلك حسابا على الفيسبوك؟ نقدر نستخدم القانون مباشره اللي هو عباره عن احتمال A مع B معا على الاحتمال الثاني اللي هو احتمال B. طبعا احتمال ان الطالب يكون يمتلك حساب في منصة التواصل الاجتماعي في فيسبوك والتواصل الاجتماعي في تويتر في نفس اللحظة اللي هو أعطانا إياه 75% اللي هو 0.75 من أصل. احتمال أن يمتلك الطالب فقط في الفيسبوك بدي أنا أقوم السؤال اللي هو 90% اللي هو 0.9. نستخدم الآلة الحاسبة. استخدمنا قانون الاحتمال المشهور. ننتقل للسؤال اللي بعده. أجرت مدرسة مسحاً على طلابها البالغ عددهم 260 طالب، المعروفة فيه النوادي يرغبون في المشاركة فيها، ومثلت النتائج في جدول التوافقي أنها تأثير طالب عشوائياً من هذه المدرسة، فأوجد احتمال كلهم مما يلي. نحط أنا بس عدد الطالب الأمر التالي، إن هنيها في بعض الأحيان يعطينا عدد الطلاب موجود جمعهم وعطانا إياهم في السؤال، بعض الأحيان ما يعطينا إياه، فأنا أحتاج إني أجمع عدد الطلاب كامل. إذا أعطاني إياهم جاهز بستخدمه، ما أعطاني أحتاج إني أجمعهم بالكامل. السؤال الأول، ما احتمال أن يكون ممن يرغبون المشاركة في نادي العلوم أو نادي الرياضيات؟ طبعا كلمة أو إني ما ينقلنا للأحداث المتنافية والأحداث الغير متنافية. هني ها يسألني ما احتمال، خلينا نسأل مثلا نادي العلوم، هو هنا أعطاني نادي العلوم يسمى لنا إس، خلينا نستخدم أعطاني في السؤال، ونادي الرياضيات سماه إم. فالسؤال يسألني ما احتمال أن يكون الطالب في إس أو بي؟ طبعا هو عبارة عن يكون احتمال إس زائد احتمال بي ناقص احتمال اس تقابل من بي معك نفس الحاجة. احتمال ان يكون الطالب مشارك في نادي العموم هو عبارة عن هذا المجموع، هذا الطلاب 38 والاربعين والخمسة واربعين، اجمعهم باستخدام الآلة الحاسبة راح يعطيني الجواب 123. طبعا من اصل المجموع الكلي له 260، زائدا احتمال ان يكون الطالب مشارك في نادي الرياضيات اللي هو ان 22 زائد 15 زائد 10، طبعا لهم راح يكون عباره عن 47 على 260 ناقص احتمال ان يكون الطالب مشارك في نادي العلوم ونادي الرياضيات. من الواضح انها ما في تقاطع ما بينهم، ما بين الطلاب المشاركين في نادي الرياضيات والطلاب المشاركين في نادي العلوم، يعني الطالب يا بيكون مشارك في نادي الرياضيات او بيكون مشارك في نادي العلوم، لا يمكن انه يكون في نفس اللحظه مشارك في الاثنين، فبالتالي في هذه الحاله بيكون التقاطع ما بينهم صفر، فبيكون الناتج هو عباره عن مجموع 123 زائدا
47 على 260 طبعا باستخدام الاله الحاسبه راح تعطيني جواب 16 على 26. السؤال اللي بعده ما احتمال، لاحظ انه سيكون من عده جزئيات، ما احتمال ان يكون ممن يرغبون المشاركه في نادي اللغه العربيه او من المستوى الاول؟ طبعا نقدر نسمي اللغه العربيه مثل ما هو سماها اللغه العربيه هو ال، المستوى الاول نسميه ايه، مرة ثانية أو تقيدنا إلى المتنافية وغير المتنافية، فبجي بكتب احتمال A أو L وعبارة عن احتمال الأول زائد احتمال الثاني ناقص احتمال الأول تقاطع الثاني. احتمال أن الطالب يكون مشارك في المستوى الأول، ما بدينا بأي مهم في مشكلة، أن يكون مشارك في المستوى الأول، الطالب اختيار المستوى الأول وعبارة عن دليلين 22 زائد 38 زائدا 40، لو جمعناهم راح نحصل على 100 طالب، تمام 100 طالب نعم، نحصل 200 زائدة ان يكون مشارك في اللغة العربية، اللغة العربية دليل 40 والثلاثين والعشرين لهم عبارة عن 90 طالب من اصل 260 ناقص احتمال ان الطالب يكون مشارك في اللغة العربية ويكون في المستوى الاول، لاحظ في تقاطع ان يكون في المستوى الاول، هذا طلع مشارك في اللغة العربية للطلاب. نلاحظ موجود تقاطع ما بين هذين الخيارين اللي هو عبارة عن 40، فبالتالي بجي أقول ناقصا 40 من أصل 260. استخدم الآلة الحاسبة لهم طبعا عشان توجد الجواب، راح يعطيكم الجواب 15 على 26. أن يكون الطالب ليس من طلاب المستوى الثالث، هذه الكلمة طبعا ليس قيدنا إلى الأحداث الحدث المتم، أن يكون الطالب ليس من طلاب المستوى الثالث نقدر نسميه مثلا هنا مثلا إيه، ليس من طلاب المستوى الثالث اللي نعم نتكلم عن احتمال إيه داش، فبالتالي نقدر نقول عبارة عن واحد ناقصا احتمال ال A. المستوى الثالث طبعا سامع احنا اخترناه A، زين نجرب مثال، اذا نسميه مثلا C، هذا عباره عن C، المستوى الثالث من طاقة المسي، فخلنا نفضل نسميه C، هنا بيكون C، هنا بيكون ايضا C. فبالتالي احتمال ان الطالب يكون من المستوى الثالث اللي هو 10 و45 و20، هاي طلاب المستوى الثالث لو مجموعهم راح يكون عندكم 75، فبالتالي بيكون 1 ناقص 75 على 260، راح يعطيكم الجواب باستخدام الاله الحاسبه 37 على 52. بهذه الصورة عملاء الطلاب حلينا وياكم امتحان منتصف الفصل الثاني عام 2017 2018. أتمنى لكم كل توفيق، وأي واحد عنده سؤال قسم الرياضيات في مدرسة أحمد العمران سعيد باستقبالكم الفترة الصباحية قبل بدء الاختبار، كل التوفيق لكم أعزائنا الطلبة.